مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. توم وجيري وميكي ماوس، ابتكار مصري عمره آلاف السنين، حيث أن المصري القديم من أكثر المبدعين، والحضارة المصرية القديمة تركت لنا موروثا ثقافيا وإبداعيا نفتخر به ويشهد به العالم. طبعا حابين نعرف تفاصيل أكتر ونتكلم أكتر باستفاضة، ودايما بيفيدنا في هذا الصدد معانا على الهاتف الأستاذ بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. صباح الخير بسام. صباح النور عليكم جميعا. أهلا بحضرتك، منورنا مشرفنا في صباح مين. نورك حبيبي. كلمنا أستاذ بسام عن الأدلة اللي حضرتك طبعا جبتها لإثبات أن رسوم توم وجيري إبداع مصري قديم. لما كتبت المقالة ديت كان قصدي أقول إن إحنا كمان عندنا تاريخ، زي ما عندنا تاريخ في بناء الأهرامات المعجزة، عندنا الهرم الكبير في الجيزة اللي بيسمى لحد الآن في الغرب engineering the impossible أو هندسة المستحيل، توقيف وتشييد مسلات لغاية دلوقتي مهندسي العالم بيقفوا قدامها، إزاي رفعوا مسلة 325 طن قطعة واحدة وموجودة بقالها 3000 سنة من غير أسمنت، وعندنا الطب والحكمة وعندنا الفلك وكل هذه العلوم التي علمها المصري القديم للعالم وصدرها للعالم والعالم استفاد بيها، سواء كان العالم اليوناني القديم أو الروماني القديم أو العالم الحديث دلوقتي. لكن أيضا أنا عايز من خلال هذه المقالة أن أنا أقول أن المصري القديم كان إنسان بني آدم بيحب الفرحة، بيحب السعادة، مش طول النهار قاعد عمال يحنط، مش طول النهار عمال يبني في مقبرة، بالعكس ده كان بيحب يومه جدا، والحياة اليومية بتاعته كانت على أعلى مستوى، وكمان كان بيحب أطفاله جدا، ورسم رسومات لها كاريكاتير، يعني أول كاريكاتير بلا تعليق، من المعروف الآن أنه يوجد كاريكاتير اسمه نو كومنت أو بلا تعليق، حيث يرسم الرسام رسمة مغزاها حضرتك تفهمه لوحدك، أو ممكن عشرة يفهموها بعشر طرق مختلفة. هذه الرسومات موجودة على برديات تبين الفار وتبين القطة وتبين فكرة نوع من أنواع المنافسة ونوع من أنواع مين بغلب مين، هل الفار هو اللي غلب بذكائه وساعات في بعض الأحيان بالخبث بتاعه وبأن هو جسمه أصغر وأن هو أسرع بيخلق القطة اللي هي أكبر في الحجم. إيه موضوع الأذن اللي رسمها المصري القديم من 3000 سنوي على برديات، الأذن بتاعة الودن يعني بتاعة الفار المستديرة اللي بالضبط بالضبط بامتياز، ويمكن لما تبدأوا تنزلوا الصور السادة المشاهدين حيشوفوا بالضبط أنا بقول إيه، لما حيشوفوا أن الفار ودانه مستديرة بالضبط زي ميكي ماوس، بالضبط زي ميكي ماوس، أو ميكي ماوس هو اللي بالضبط زينا. يبقى إذن في رسومات موجودة في المتحف المصري، وهذا إجابة على سؤال حضرتك، هو أن هناك الأدلة على برديات قديمة تم اكتشافها في أماكن كثيرة، يوجد منها هنا في متحف مصر بالتحرير في الدور العلوي، وبترجع كمان في رسومات على شقفات حجرية، قطع حجرية برضو موجودة في متاحف العالم، وهي اكتشفت في منطقة دير المدينة بالبر الغربي من الأقصر وفي أماكن أخرى. دير المدينة دي بالمناسبة يا جماعة كانت المدينة بتاعت العمال، الملك عمل مدينة للعمال علشان ما يجوش رايحين من الشرق للغرب من الغرب للشرق ويعبروا النهر كل مرة عايزين يشتغلوا، لا، فعمل لهم مدينة بجانب وادي الملوك ومدينة بجانب وادي الملكات وبجانب المعابد بتاعته، بحيث يقدروا يشتغلوا ويبقى مكان الشغل بتاعهم قريب جدا. فاكتشفت هذه البرديات وأرجعها العلماء إلى عصر الرعامسة يعني رمسيس، ويبقى كده إحنا بنتكلم على 3000 سنوي. المنظر واضح جدا ومرسوم بلا حرف هيروغليفي واحد، يعني مش هتلاقي في البردية هيروغليفي واحد بيشرح لك ايه اللي رسمه الفنان المصري القديم. فار، شخصية كبيرة جالسة على كرسي عالي بيتناول مشروب من كاس مميز، شوف كل الكلام دوت في حضور القطط، يرتدي رداء واسع محترم، الرداء ده على فكرة ممكن جدا كان يحاكي رداء من الكتان الغالي في مصر القديمة، يبقى فار بيرتدي وبيشرب وقاعد على كرسي وبيشرب من مشروب له، حتى الرداء لو ركزنا فيه هنلاقي ان ليه شراشيب، وده بيجعله أكثر أناقة في مصر القديم وأكثر تميز، كل ده بيتميز فيه عن القطة اللي واقفة على رجليها وكأنها إنسان،
هنا بقى المحاكاة اللي بنتكلم عليها زي فكرة الكرتون. والقطة بحجمها الكبير دوت بتخدم على الفار، وهنا بقى السخرية بتاعت المصري القديم واللي واضحة جدا في كرتون توم وجيري، وبيقدم له حاجة بيخدم عليه. القطة بتخدم على الفار، القطة واقفة والفار قاعد في كرسي عالي، أسفل قدم الفار هتلاقي فيه مسند راحة للقدمين، وده كان الملوك في مصر القديمة. إن توت عنخ إيمن، لو حضرتك رحت المتحف المصري في التحرير هتلاقي الكرسي الملكي بتاع توت عنخ إيمن الملك الشهير اللي المقبرة بتاعته اكتشفت 1922، وإحنا بنحتفل بمية سنة على اكتشافها السنة دي في مصر وفي العالم، ولقوا فيها 5398 قطعة. متخيل مقبرة من المقابر الصغيرة في وادي الملوك رقم 62 لقوا فيها 5398 قطعة، فما بالك بالمقابر الكبيرة لو كانتش اتسرقت. على أي حال هتلاقي الملك ليه حاجة بيسموها الفوت ستاند أو الفوت ستول، ده مسند راحة للقدمين برضو للفار، وهو من الأساس الملكي بالمناسبة، يعني الفار هنا هو واخد برستيجه بشكل عالي جدا. القط بقى اللي موفور الصحة، يعني كمان لما جاء رسم القط بقى اللي بيخدم على الفار ما رسمهوش بقى قط منهزم بقى وضعيف وعظامه بارزة، لا بالعكس قط موفور الصحة. فمنظر ورا الفار قط ماسك مروحة وبيهوي للفار، كلهم بيخدموا، القطط كلها بتخدم على هذا الفار. في منظر في البردية أيضا اللي موجودة في المتحف المصري الدور العلوي، تقدروا تروحوا تشوفوها لغاية دلوقتي موجودة في فاترينا زجاجية، وخصوصا مع السيناريو الجديد للعرض هتنبهروا من السيناريو الجديد بتاع العرض بتاع متحف التحرير عملوه خلاص. تجد فار ماسك برضو نفس القصة، قطة ماسكة فار بيبي وكأنها أمه وبتهننه، والصدر للصدر، يعني شيلت الطفل بتاعت الصدر للصدر اللي هما دلوقتي بيشلوها في أوروبا. السؤال، هل تأثر وولد ديزني بهذه البرديات؟ هل وولد ديزني شاف أو أخذ أو اقتبس فكرة الفار والميكي ماوس وتوم وجيري؟ أنا بجد أن توم وجيري ككرتون في عنف كمان، يعني أنت بتجد أن في عنف، هنا في البرديات والشقفات هتلاقي السخرية أو هتلاقي الهدف من الرسومات دي واضح جدا، هو هنا بيبعت لك كاريكاتير بلا تعليق. لكن أنا ممكن أعمل الأفلام دي، فأنا بقى طالب مخرجينا بتوع الأطفال وبتوع الكرتون إن هم ياخدوا من البرديات دي، عندنا عرائس اكتشفت في مصر القديمة نعمل عرائس منها، بدل ما احنا بيتصدر لنا عرائس مش من عاداتنا ومش من تقاليدنا تبقى غالية جدا، طيب ما أنا أنتج العرائس بتاعتي، ولدي في مصر القديمة الكثير من العرائس معمولة وبتحاكي والشعر بتاعها جميل. الماريونات لدينا تماثيل من الخشب الصغير بتتحرك بالحبال زي بالضبط الليلة الكبيرة، بالضبط زي عرائس الليلة الكبيرة موجودة في مصر القديمة. ممكن مزبوط. نسميهم الشخصيات ديت شخصيات مصرية قديمة كمان أصلية، يعني ما نخترعش، نجيب كله من المصر. عندنا اسم بانريك، فنرد بالهيروغليفي يعني دعمة، طيب ما نعمل عروسة مصرية قديمة وتبقى على قدنا وما تبقاش غالية وما تبقاش مستوردة، ونحافظ على الفلوس بتاعة العملة الصعبة بتاعتنا ونسميها فنرد، فنرد بالهيروغليفي يعني دعمة، نسميها دعمة. ودي تسمية لغاية دلوقتي انت بتسميها لبنتك، البنت دعمة راحت، البنت دعمة جت. عندنا وابت نفر نسميها أو نسميه وابت نفر يعني أدم الخير، ودي برضو نفس الحكاية. حرير يعني زهرة، وبرضو اسم زهرة ده انت لسه بتسميه. تميت يعني قطة صغنونة، قطيطة قريرة اسمها تميت. خفت فتفوتة، متخيل شوف الطرافة، نسمي البنوتة بتاعته فتفوت، وهكذا. فإذا ده مهم جدا ان احنا نعمله. بالمناسبة الموضوع ده ما انتهاش بس مصر القديمة، حني مع حضرتك بمفاجأة كبيرة، موضوع القط والفار والرسومات بتاعته ما انتهتش بانتهاء مصر القديمة، بل استمرت. لو حضراتكم رحتم المتحف القبطي هتلاقوا لوحة من طين مرسومة بالألوان المائية باسلوب الفريسكو، جزء من حائط مبين ثلاث فران وقط كبير من بويط، بويط دي شمال أسيوط، ترجع للقرن الخامس الميلادي من العصر القبطي المسيحي المصري. وفيها فار بيرفع راية، وفار تاني جايب قنينة كده وبرايحين ناحية قطة، وفي فار ماسك لفافة تشبه لفافة البردي وكأنه بيسلمها الراية التسليم، يعني الفيران بيسلمه للقط الكبير
ودي البرديه بتاعه شروط الهدنه او شروط التسليم. انا قصدي اقول لحضرتك الفن بتاع الاطفال فن الكاريكاتير مؤثر جدا وعاش على مدار الاف السنين في مصر القديمه. طبعا فعلا، ويعني توضيح جميل وشامل جدا استاذ بسام، ودايما فعلا بننبسط من يعني كلام حضرتك ويعني تفاصيل ورؤيتك للوضع. وطبعا احنا فخورين دايما بالحضاره بتاعتنا والحضاره طبعا المصريه القديمه، ومبسوطين جدا وفخورين بالمبدعين، وكفايه ان احنا يعني كل العالم بيلتف حول هذه الحضاره، وان شاء الله كده يعني مزيد من يعني الاكتشافات ومزيد من الحكايات الجميله زي ما حضرتك قلت لنا ان شاء الله، وده فخر لينا مدى الحياه يا رب ان شاء الله. شكرا فندم. ان شاء الله. أنا بشكرك جدا على وجود حضرتك وبشكرك على وقت حضرتك جدا، الأستاذ بسام الشماع المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.